فيما يتعلق بالحدث اللي عرفته الدورة وهو دخول واحد مجموعة من السكان واحد 20 ديال العيالات اللي كيطالبوا بإيوائهم باعتبارهم يقطنون دور صفيحية في الجيب الصفيحي المحادي للمركز الفلاحي. وطمئن هاد الناس بأنه إن شاء الله الرحمن الرحيم كنبذلوا مساعي كبيرة جدا على مستويين، على مستوى اتفاقيه ديال اعاده التاهيل ديال المدينه وعلى مستوى المحلي باش يتدرجوا ضمن الاحصاء لانهم لم يكونوا مدرجين هما وبعض السكان اللي هما في كريان مولاي زيدان. اتمنى انه هذا اعاده الاسكان ما هيش مساله ديال شهر او شهرين او عام، اعاده الاسكان مساله يعني فيها عمل مضني وحنا بديناه نفوتهم للمرحله ديال الاحصاء بعد ذلك يتم ادماجهم في البرنامج الوطني. وانا ذاك حنا مستعدين باش نفتحوا الحوار مع شركه العمران لتخصيص بقع ارضيه لايواء هاد السكان وفق الاتفاقيات السابقه اللي ساهموا فيها السكان بطبيعه الحال. كونهم يعني كانت فيه بعض المداخلات اللي شويه يعني قاسحه اظن بانه هذا هو مجال الديمقراطيه، هذه هي المجالس. على كل حال مرحبا بهم دائما وهذه بلديتهم وحنا راه الاشاره ديالهم وسنستمر في الدفاع عنهم سواء احتجوا او لم يحتجوا، سواء حضروهما او غيرهم او لم يحضروا، حنا مسؤوليتنا امام الله غنأديوها ونتمنى الله تعالى يوفقنا.